لسه جاي من الساحل حالا وتعبان بس جعان وكالعاده مفيش حد في البيت، فانا قررت اعمل لكم مكرونه بارد صوص المشطشطه عليها قطع البانيه المقرمشه بيها بطاطس ملوليه. تعالوا روح نشوف. هتجيب بانيه مجمد، طلع لتحت البلاط صلصه، طلع النار دي مكرونه وبطاطس وفلفل، حله كبيره يا زميلي، وامل نصها ميه، حط شويه زيت، بعد كده نحط المكرونه نسيبها لحد ما تستوي. وحله كمان عشان الصلصه، شويه زيت. انا كنت بحاول افتح الصلصه وكنت هموت. معلقتين صلصه كبار مع شرائح الفلفل المولعه نار، تحط نص كوبايه ميه مع فلفل اسود مع ملح، تقلب تقلب تقلب, تقلب. كده الريد صوص بقى بوم. اقطع البطاطس كده، بعد كده اقطعها ملولوه، اقطعها كده ايه صعبه شويه بس طعمها جامد، جربوها. نكمل مع المكرونه، رايح احط البطاطس ادوي، حطينا المكرونه طلعنا البطاطس، وبعد كده هنحط الصلصه، ننزل بالفراخ المقرمشه اللي ما صورناهاش. الاكله دي انت مش تاكل صباعك وراها، تاكل دراعاتك وراها. بوم.